أما الحكيم الشمردل يا مولاي، ده كان راجل من أهل العلم والتدبير، خدم العلم حتى قطاعات وملوك طوائف الجن بأشكالها وألوانها، وتمكن الحكيم الشمردل نتيجة خدمته للعلم من الوصول لأربع زخاير كنوز قيمتها ورا الخيال بخيال. أما الكنوز الأربعة يا مولاي فهي السيف الناري، وده سيف لو سحبه فارس على جيش كامل لحصده حصد، ولو وجهه للشمس يصدر عنه شعاع يحرق جيوش بحالها. وأما الخاتم فله خادم اسمه الرعد القاصف، يقدر يسير الرياح والزوابع ويطلق عنان البحور فيضانات ما يقفش في سبيلها شيء. وأما المكحلة يا ملك الزمان فاسمها مكحلة الكنوز، لو اتكحل منها إنسان تنكشف عليه الكنوز المستخبية في جوف الأرض من قديم الأزل.